السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة نيوم كنت اتكلمت عنها في أكتر من محاضرة وسقفت ليها، لأن التصاميم اللي كانت ظاهرة ساعتها كان تركيزها كله على إنها تبقى مدينة ال5 دقائق، يعني مش محتاج إن أنت تبقى عندك عربية في المدينة، كل الحاجات قريبة من القطر أو المترو اللي هيبقى موجود، ومش هيبقى فيه عوادم ولا هيبقى فيه تلوث ولا في زعاج. فكانت فكرة جميلة، وشفنا زيها في كوريا وشفنا زيها في أكتر من مكان، وده اللي موجود في دول أوروبية كتير. فكنا فرحانين وقلت إن رغم إن المدينة ما اتنفذتش، لكن الفكرة نفسها جميلة جدا ونسقف لها. لكن فوجئت يعني بتصميمي، خلينا نفكر يعني بص كده، دي مدينة كاملة، ليه نضغطها في خط واحد؟ تكلفة كبيرة جدا ان انت تحاول توصل لارتفاع عالي، هي دي النقطة. تمام، احنا عندنا المساحة، يعني اللي عمل التصميم واللي عمل الفيديو واللي عمل الدعاية، دعاية عكسية، يعني انا عندي مدينة، ليه ما نبقاش مدينة كاملة؟ ده هيوزع التكثف وهيوزع المشاكل اللي هتبقى موجودة، وده الدول اللي بره بتعمله، بياخد منطقة كبيرة ويبدأ يعمل مباني ويقول انا ما زدتش عن دورين ثلاثة. انما ليه ان انا اركز على لاين اللي احنا كنا فاكرينه، ان لاين هيبقى دور واحد، تمام، والمباني اللي ارتفاعها بسيط. المباني العالية فيها خطورة كتير او فيها مشاكل كتيرة. ايه المشاكل ديت؟ في مشاكل كتيرة جدا ان انت بتكثف الخدمات بتاعت المدينة كلها في مكان واحد، سواء مية وصرف وطرق وهنركن العربيات فين، ومشاكل كتير جدا. بينما انت عندك صحراء، عندك صحراء، يعني السعر الارض ببلاش، زي المينرال اللي اتعمل في الصحراء، تمام، يعني المينرال بيبقى زي مترو مرتفع عن الارض عشان تحل المشاكل اللي انت تهد البيوت او تعمل تحت الارض، والتكلفه تبقى زياده. فلما اجي في منطقه في الصحراء تبقى يعني لما تعمل اسكندريه مفهومه، انما ان انا اعمله بين القاهره والعاصمه الاداريه الجديده في وسط الصحراء، لا، ما تبني، ما انت عندك مساحه فاضيه تقدر تبني فيها زي ما انت عايز. فالموضوع عجيب. وبعدين ان انا اجي في وسط الصحراء واعمل واجهه ازاز عشان اسخن الصحراء برضه، يعني احنا نتمنى السعوديه تعمل احسن حاجه. احنا اول ما قالوا على الفكره يعني انبهرنا بيها وسقفنا لها كتير. ايه فكره الارتفاعات؟ انا مش عايز انافس، مش عايز انافس ارتفاعات، انا عندي صحراء، انا ماليش دعوه بالدول اللي بره ارتفاع كام. تقريبا دول اوروبا كلها ما فيهاش ولا برج. تركيا اتعمل فيها برج وناس رفعت قضيه وشالت نص البرج، قال لك احنا السائح لما يجي يتفرج ويصور في معالم معينه المدينه مش عايزينها تضيع. الصين كانت اكتر دوله عامله ابراج، طلعت قانون ممنوع ابراج تاني، شافت التاثير السيء للابراج. فانت تعمل برج لما يكون عندك منطقه يعني ليها هدف معين، بتعمل حاجه كده ايه، يعني الناس تبقى عارفه في المكان دي المنطقه كده، زي بوصله مثلا، تعمل برج كده في كل مدينه، حاجه يعني مش لازم التنافس في اطول برج في المنطقه، يعني مش هو ده صح. يعني في مشاريع حلوه في السعوديه، وده كان من ضمن المشاريع الواحد كان بيحلم انها تتعمل بشكل حلو. بس النقطتين بتوع ان انا اعمل لاين على كذا ارتفاع وانا في وسط الصحراء، يعني التصميم اللي الراجل كان بيقول احنا كانت في حاجه وحشه واحنا عملنا حاجه حلوه، انا شايف ان ده كان احسن، ان انت تعمله بارتفاعات يعني 3 4 ادوار وفي حدائق ونوسع على نفسنا، ده هيبقى احسن بكتير. ليه نعمل لاين؟ الموضوع اللاين والحاجات ده المعماريين بيحلموا ان هو ينفذ حاجه خطيره زي كده عشان تكتب في السي في بتاعه، مش عشان يسكن فيها. ليه 500 متر؟ دي اسئله ممكن يكون في اجابه ليها. ليه اعمل واجهه زوجيه من المرايه على صحراء؟ ده الشمس دي يعني لو في احد ركن بعربيته بره هتبقى حته بلاستيكيه. ليه؟ شكلها حلو، شكلها حلو، بس العماره مش شكل حلو. العماره جزء منها شكل حلو، شكل حلو ده ممكن تبقى لوحه فنيه، حاجه هتعلق عندك في البيت، انما مشروع الناس هيسكن فيه، لا، خطير خطير، محتاج اعاده تفكير. يعني انا جبت الفيديو اللي هم نشروه، يمكن في حاجه انا مش فاهمها،
لكن ليه؟ ايه المناظر الطبيعية اللي موجودة في الصحراء عشان اقعد ان انا اعمل طريق زي كده؟ نتمنى يكون في تطوير، او يعني ينزل بعد فترة تفاصيل عن المشروع ونفهم ان في حاجة احنا مش واخدين بالنا منها.